تواصل الحملة الوطنية للتطعيم جهودها الهادفة إلى حماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا وسط إقبال عدد كبير من المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح المضاد للفيروس. وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ أكثر من 612 ألف شخص، فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية حوالي 484 ألف شخص. هذا وجددت الوزارة دعوتها لضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للجميع بما فيهم المتطعمين بهدف خفض معدلات انتشار الفيروس.